النقطة الأخيرة التي أحببت أن أتكلم بها ألا وهي: ألبسنا الله تبارك وتعالى لباس الدين ولباس الفتيا، صرنا نسأل في المساجد عن الحلال والحرام. فأتكلم الآن مع إخواني الطلبة، يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نحن الآن لسنا مفتين، ولكن في بداية السير على نهج أشياخنا وعلمائنا، ليعلم الإنسان كما سمعنا من أشياخنا أن المفتي موقع عن الله عز وجل في الأرض، وكما يقول ابن المنكدر: إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم، فلينظر كيف يدخل بينهم. المقام الذي ألبسنا الله عز وجل إياه مقام عظيم. قال: لأننا نوقع عن الله في الأرض، ولأننا أول، أو لأن أول من أفتى ربنا جل جلاله، أول مفتي أفتى ربنا سبحانه وتعالى إن صحت التسمية، أول من قضى جزاكم الله تعالى خير. يقول الله تبارك وتعالى: سيدي أنا أخذت ذلك من النص، ويستفتونك قل الله يفتيكم. إذن من أول من أفتى؟ الله عز وجل. نعم سيدي، فتوى الله قضى، الله يجزيكم الخير سيدي. هذا نعم، القضاء ملزم والفتيا غير ملزم، جزاكم الله تعالى خير. هذا الذي أخذته الآن أفضل من كل الكلمة، جزاكم الله تبارك وتعالى كل خير. إذن أسأل الله عز وجل أن يسدد خطانا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا قرة عين لمشايخنا، وأسأل الله عز وجل مرارا وتكرارا أن يرقق قلب الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم على الشعبة السادسة حتى نزوره ونتبارك به ونسمع من كلامه، إنه أهل ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أبدي إعجابي بكلمة الأخ الأول والثاني أيضا، ذلك لأن الإنسان إذا رأى شيئا حسنا يحسن، هكذا كان الحبيب يحسن وينتقد بهدوء. تقول القاعدة: تعالوا فلنتناقد على طباق من الورد. وقد أصبح النقد في هذه الأيام سيوفا مسلطات، لذلك لا يفيد النقد إلا إذا كان بروح الحب. ذكر قضية مهمة، أن الشيخ موقع عن الله فليحذر. ونحن نسمع من بعض الشيوخ وتلامذتهم من الخرافات والمنامات والأقاويل والتهاويل ما يأباه عقل طفل صغير. فلنكن في علم موثق، وهذا هو الإسلام. لا تتكلم إلا بما تتأكد منه، ولو راودك الشك واحدا بالمليون قل لا أعلم، فأنه دين الله ليست بضاعة من عندك. وأعجبتني صراحتك أيها الشيخ الفاضل، صراحتك ولباقتك في المصارحة. جميل أيها الشيخ، شيخنا جميلة مصارحات الطلاب، هي مناغاة طفل يستدر عطف أبيه. مهما انشغلنا بالأشغال الكثيرة، فإن لمسة وداد لقلب طالب علم تنشئ منه رجلا. هذا ميدان عملنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم أيها الإخوة أيها الأحبة. وأنا نويت في كلمتي هذه استدرار خفقة من خفقات قلوبكم، تقول بحروف لا تنطق ولكن بحروف يعلمها الله، تقول لي: في حفظ الله ومع السلامة. والسلامة أن يسلم القلب قبل الجسد، وأن يسلم الضمير قبل الشبح، وأن نخرج من هذه الدنيا بسلام وقد أدينا بعض ما علينا من تبعة المسؤولية.
والحمد لله رب العالمين.